بالنسبة لمحمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الجديد والوافد الجديد وأحد اللاعبين اللي هيكون بإذن الله ليهم دور كبير جدا جدا خلال الفترة اللي جاية، وهيكون لاعب مؤثر جدا أكيد في صفوف النادي الأهلي، بيعمل بعض التدريبات التأهيلية اللي من خلالها بيستعد للفترة الجاية. بالمناسبة الفيديو ده عجبني قوي، يعني امبارح نزل على موقع الرسمي للنادي الأهلي وهو خاص بكهربا واستعداداته والبرنامج الخاص بيه، برنامج تأهيلي، وطبعا صفقة قوية ما فيش نقاش، يعني أي حد يحاول يقلل منها لا ما يبقاش بيفهم في الكورة بصراحة، لأن كهربا أحد النجوم البارزين جدا. السنة اللي فاتت كان مع نادي الزمالك، هو أحد الأسباب الرئيسية في فوز نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية وحسم مباريات مهمة كتيرة، ده بخلاف طبعا مسيرته الدولية مع منتخب مصر، وكان مؤثر مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون. وإن شاء الله بنأمل من خلال تواجد كهربا وزملائه طبعا كلهم قيمة كبيرة ولاعبين مميزين، إن شاء الله أنهم يحققوا كل المطلوب منهم واللي بينتظروا دائما جمهور النادي الأهلي الكبير. ده فيما يتعلق بمحمود عبد المنعم كهربا.